مرحبا، شلونكم صديقاتي؟ أنا اليوم بسوي معاكم طريقة مرقة الباذنجان. عندي باذنجان، هذا هو كامل، بقطع معاكم. طبعاً هو طريقته اللي حابة تقطع دوائر، اللي حابة تقطع يعني طول، على راحتكم. الآن بشيل هذا، أوكي، بخلي القشر، لأنه إذا حطيته مع المرقة راح يذبل ولا راح نشوفه يعني في الصالونة، فعشان كذا الأفضل إنه نخليه. اللي حاب يقشر منه جزء وجزء، واللي حاب يخلي كذا، أنا أحب إنه يكون هذا شكله، ما يعني ما يتقشر ولا شيء من عنده. أوكي، بقطعه نص دوائر بهذا الشكل، تمام. ونبدأ بالجزء الثاني. ونكمل البقية اللي عندنا ونرجع لكم. ومثل ما احنا شايفين قطعنا الباذنجان، والآن برش عليه شوية ملح، ملح خشن مثل ما احنا شايفين، وبحط عليه موية وبنقعه مدة نص ساعة. بخليه مدة نص ساعة وبرجع لكم. طبعا مرقة الباذنجان ما تصلح ولا تصير حلوة إلا بمرقة الدجاج، فعشان كذا أنا الآن بقطع الدجاج وبغسله، وراح نشوف الطريقة في الجزء القادم. وهذه الباذنجان بعد ما غسلناه وصفيناه، الآن بقليه، بوريكم الطريقة. عندنا بالمقلاة بحط شوية زيت، وهو فيها تقريبا بس كذا يكفي، على اساس انه ما ابي انه يكون يعني يكون الباذنجان مملي من الزيت، فاخليه يحمى، وبعدها بحط شرايح الباذنجان. والان بحط شرايح الباذنجان، لأنه إذا حطيت زيت كثير راح يتشرب الباذنجان، بتصير المرقة مرة مرة ثقيلة يا بنات. راح اقليه وارجع لكم. وهذا هو الباذنجان بعد ما قليناه وحمرناه مثل ما احنا شايفين، ونصفي في مصفى بالنشاف حتى يكون ناشف. شفتوا كيف تحمر؟ وهذا هو مثل ما احنا شايفين، شوية زيت. وبكذا خلصنا الباذنجان ونشفناه مثل ما احنا شايفين على نشاف او منديل ورقي. الان بسوي حمسة الصالونة او المرقة. حطيت زيت، والان بحط بصل بقلبه. بحط معاه فلفل اخضر، وببدأ بالتقليب. ولما يذبل برجع لكم.
والآن حطيت الدجاج مع البصل والفلفل الأخضر وراح أقلبه معه. الله نبدأ. لما يتغير شوي لونها ببدأ أقلبها معاه، وبعدها بحط الموية فوقها وببدأ بحط صلصة الطعام الطماطم، بحط صلصة الطماطم وكذلك أو اللي يسمونها صلصل. اوكي، وبخلطه معاه قبل ما اضيف المويه. الان بحط البهارات وهي عباره عن شويه كاري، كذلك بابريكا و ثوم مطحون بصل مطحون كذلك شوية ثوم شوية ليمون أسود، وباخذ شوية من معجون الفلفل الأحمر مع الثوم والزنجبيل، باخذ بس جزء بسيط، باخذ جزء من معجون الفلفل الأحمر مع الزنجبيل والثوم مخلوطين مع بعض، بحطه مع المرقة وبحط شوية ملح، ملح خشن، وننتظر لما تنضج الدجاج نسقط الباذنجان. وعندنا طماطم مخلوطة بحطها بالخلاط، بحطها على الصالونة أو المرقة. والحين والآن بعد ما حطينا استوت الصالونة تقريبا، بنحط عليها الباذنجان وبنقلبه بنقلبه معاه. مدة نص ساعة ونطلع. وهذه مرقة الباذنجان مثل ما احنا شايفين. هذا هي مرقة الباذنجان، مرة لذيذة يا بنات، ما فيها زيت كثير، وقدمتها مع الرز والدجاج المحمر، وهذا هو شكلها النهائي.